تعد جبهة حي جوبر الدمشقي واحدة من أهم الجبهات على الإطلاق، فهي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن العباسيين، ومثلها عن رحبة الدبابات التي تعد واحدة من أكبر التجمعات لقوات الأسد. نحن كتيبة أسامة بن زيد تابع للواء تحرير الشام، طبعا المسؤول عنه هو النقيب فراس بيطار، مستلمين نحن عدة جبهات بجوبر وكتائب تابعة للواء تحرير الشام، جبهة العباسيين وجبهة المناشير وجبهة التجارة في الدبابات. لذا سعت عناصر النظام لحشد قواتها في محيط الحي وشن الهجوم تلو الهجوم في سبيل استعادتها السيطرة على جبهة جوبر. وفي كل الحالات تصدت كتائب الجيش الحر بشجاعة لخصم يفوقها عدة وعددا، متسلحين بأسلحة متواضعة حسب ما يقول الثوار. الصباح والمساء أحيانا يكون في اقتحامات، محاولات لدخول حي جوبر، بس ببركة هالشباب هاي الطيبة المرابطة وبهمة المجاهدين وبإذن الله يعني ما بنخليهم يفوتوا نهائيا على حي جوبر. وبهالعداد الخفيف هذا يعني مثل ما لك شايف، رشاشات، قنابل يدوية، كلاشينكوفات خفيفة. دروب ما وصلوا، يلا دروب. وفي الأسابيع الأخيرة تحول الثوار من الدفاع إلى الهجوم، وأخذوا يحرزون تقدما ملموسا على قوات الأسد، متهيئين للتقدم أكثر نحو العاصمة دمشق. بنحب الشغل، ما بدنا هالنظام يطول. إذا كنا ثورجية وكنا جيش حر بدنا نقعد نتفرج على بعضنا، طبعا بدنا نتقدم على الجبهات وكل ما لنا نقتحم ونوصل، الحمد فضل الله وصلنا للعباسي. يشعر الثوار أنهم وحيدون في هذه المعركة، وأن العالم تركهم بمفردهم إذا خصم يمتلك كل أنواع الأسلحة ولا يتوانى عن استخدامها في وجه شعبه. دبابة وهاوين وراجمات وصواريخ، وطالعيننا هلأ بصواريخ راجمات من قاسيون عم يضربونا فيها لهم. يعني فتيل صور وتفرج إنه جوبر خربة. بيد أنهم يمتلكون سلاحا قد لا يمتلكه الكثيرون، إنها الشجاعة والإيمان بعدالة قضيتهم وحقهم في بناء دولتهم المدنية التي يشتهون. سامي النجار، أورينت نيوز، دمشق.